هذا السؤال يقولون لا يسألون الفلوس إذا زادت أو صعد الدولار باقي ما أدري، يقولون لا يسألون على هذا السؤال. شنو الغاية دكتور منه؟ دكتور فلاح. العفو. وياك. عبالي اللي سألت الأساتذة اللي لا هو بتعلق بالنفط، لكن مصعد سعر النفط سألنا على الأموال اللي زادت وين راحت؟ قالوا ليش سألنا السؤال ليش؟ ما يصير؟ لا العفو، هي الأموال أولاً الأموال اللي تيجي عن إيرادات النفط تذهب إلى الدي اف اي حسابنا في أمريكا، وبعدين وزارة المالية تسحب الفلوس وتعطيها للبنك المركزي، وبعدين يتحول إلى دينار تستخدم الوزارة. أول وزارة المالية هي صندوق تريجري، صندوق العراق، فتحول شهريا كل الأموال اللي تطلبها أو بموجب الموازنة. ولذلك في تقدير اللي صار خلال 2021 أنه أسعار النفط ارتفعت عن ما مقدر له بالموازنة، يعني المقدر بالموازنة أعتقد كان 42 43 43 بالضبط. هسه احنا اليوم صار 93، اللي لا خلينا نحكي على 2021. في 21 أعتقد وصل بين 68 إلى 72. المهم مو شرط دقة الرقم، ولكن الفائض بين ذني أكو فائض يروح أولا عن طريق 250,000 اللي هي محسوبة كإيرادات، 250,000 اللي تروح يصدرها إقليم كردستان، هذه ما يستلمها المركز، فهذه تقلص من الإيرادات ضروري تنحسب. وطبعا تحسبها 250 في 74 في 365 يوم تعبر المليار، يعني مبالغ هائلة. طيب. هذا واحد. اثنين، بما أنه احنا في تطبيق اتفاقية أوبك، فأعتقد يعني الثلاث ملايين الأخرى ربما ما وصلنا لها في 2021، ولذلك أيضا هم الشكل العجز.